ما حكم رد الشتيمة على من شتم بمثل ما قال مستدل بالآية والجزاء سيئة مثلها؟ أي نعم. أقول إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير: وإذا حييتم بتحية إيش فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عز وجل في ضد ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالمه بمثل ما ظلمه فيه، لكن لا يعتدي. فإن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. لكن هنا مسألة، يعني لو قذف فإنه لا يرد عليه بقذف. لو أن المعتدي قال له: يا زاني يا لوطي، فإنه لا يرد عليه بمثل ذلك. وهذه مسألة يجب التنبه لها. أما لو قال: لعنك الله، فليقول: لعنك الله أنت. أو أخزاك الله، يقول: أخزاك الله أنت. نعم.